مرحبا. فور انتهاء الاحتلال التركي أغلقت الصحف التي كانت تصدرها تركيا وهي الرأي العام، المشكات، الشرق، سوريا، وألغيت الرقابة على الصحف، وأصبحت الصحافة السورية لأول مرة في تاريخها تقف إلى جانب الحكومة في موقف واحد ضد الأطماع. صدر القانون الوحيد المتعلق بالصحافة في هذه الفترة عام 1920، ويطلب من أصحاب الصحف تسجيل رخصهم في إدارة المطبوعات. اهتم الأمير فيصل بالصحافة، واجتمع في أيامه الأولى برؤساء تحرير الصحف السورية بدمشق، وطلب منهم توجيه الرأي العام نحو تأسيس نظام وطني في سوريا، كما طلب من أصحاب الصحف المعطلة إصدار صحفهم بعد أن عطلتها قوانين الاحتلال العثماني. في هذه المرحلة أخذت الصحف حريتها الواسعة، وأخذ سيل حقيقي ينهمر في شوارع العاصمة السورية، وكان أكثر الصحف الصادرة سياسية هدفها خدمة المصلحة الوطنية السياسية أو ثقافية أدبية. الصحيفة الرئية في تلك الفترة هي صحيفة العهد، أصدرها الملك فيصل لتنطق باسم الحكومة السورية، وتصدر مرتين في الأسبوع بثماني صفحات. ونذكر من الصحف المستقلة التي بلغها عددها في دمشق 22 صحيفة: سوريا الجديدة، الحياة، المفيد، لسان العرب، كما صدر عدد من المجلات: المجلة، التربية، الفلاح، القلم. أما صحف حلب فبلغ عددها 10 صحف، وبذلك يكون عدد الصحف الصادرة في هذه المرحلة في كل المناطق السورية 37 صحيفة و13 مجلة. مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم في برنامج دوريات سورية، وحلقة اليوم ستكون مع مجلة المعرفة. أقدم مجلة ثقافية على مستوى الوطن العربي ما زالت مستمرة في العطاء حتى هذه اللحظة، ماذا يعني ذلك؟ مجلة المعرفة أقدم مجلة ثقافية عربية مستمرة حتى الآن. يوجد مجلات أقدم منها لكنها لم تستمر في العالم العربي، وهذا يعني أن المجلة تحظى باهتمام وزارة الثقافة والحكومة السورية للترع الثقافي أيضا، وهذا يسجل لها. يعني لا يوجد مجلة استمرت بهذا العمر الطويل، قارب 60 عام كما تفضلتم. هذه ثقة في أهمية الثقافة، وأهمية أن يكون لنا مجلة ثقافية على مستوى محلي وعربي. ليتحدث عن البدايات والتأسيس والمراحل الأساسية التي مرت بها المجلة. تأسست المجلة عام 1962، صدر أول عدد في شهر آذار 62، وتناوب عليها أولا بدأ رئيس التحرير هو الأديب الكبير فؤاد الشايب، ثم بعده أساتذة كبار كان لهم مكانة كبيرة في الثقافة، والطاقم الذي خلفهم كان كبير جدا. وإذا نظرنا إلى التأسيس، إلى خطة التأسيس من تسمية المجلة بالمعرفة حتى خطة تبويب المجلة وخطتها ورؤية الكتاب في ذاك الوقت، نجد أن ثمة وعي يقف خلف هذا التصميم والاختيار والتسمية إلى آخره. وكما قلت أنه تعاقب عليها شخصيات مرموقة جدا لها مكان كبير في عالم الثقافي والأدب. كيف حافظت مجلة المعرفة على موقعها عبر العقود الماضية رغم التحولات الفكرية والثقافية التي طرأت على العالم؟
ما من شك أن المجلة مرت بمراحل يعني متنوعة ومتفاوتة الأهمية. يعني في مرحلة التأسيس يبدو أنه كانت الصورة يعني الالتزام بالأبواب المقررة في المجلة، فيما بعد سبب رئاسة تحريرها من بقرأ من شخصيات أدبية محضة، يعني ما عندها ثقافة إلا بالأدب، تم يعني انزياحها أكثر نحو الأدب، فأصبحت تقارب أو الموضوعات الأدبية هي الغالبة عليها، ولا سيما في زمن رؤساء تحرير مثل الشاعر الراحل محمد عمران ومن تلاه فيما بعد. عندما كلفت برأس تحرير المجلة حاولت أن أعيدها إلى زمن إلى يعني خطة التأسيس، إلى روح التأسيس الأولى، وحاولت أن ألتزم بالأبواب التي وضعها المؤسسون على أنها أبواب ثابتة، وأن أضيف إليها ما هو متغير، يعني ما هو متغير وملائم لواقعنا الراهن. المجلة تخاطب الجمهور الثقافي بشكل خاص، هل نستطيع وصفها بأنها مجلة النخب الثقافية؟ هي بشكل عموما هي مجلة للقارئ العام. الباب الأول فيها الدراسات والبحوث له صبغة مخبوية إلى حد ما، يعني هو يوجد فيه بعد أكاديمي. باب المنوعات والنصوص هي يعني أفضل الشعراء الممكن في سوريا والوطن العربي نشروا بها. عموما لا يوجد تصور على ما أعتقد لا في زمن التأسيس ولا أن تكون مجلة نخبوية، هي ليست نخبوية، وكتابها كتاب بعضهم محترفون في الكتابة ذوي خبرة وكذا، وبعضهم كتاب عاديون يعني حسب أهمية الموضوع. المجلة ليست نخبوية، هي مجلة للقارئ العام، موجهة للقارئ العام. نعم هي أبوابها في القسم الأول منها يتطلب كتاب على سوي عالي، يعني سوي عالي في البحث وفي الدراسات وفي التحليل وإلى، لكن القسم الباقي من المجلة وهو المنوعات اللي فيها التي تتحدث في مجالات العلم، في مجالات الاقتصاد، التاريخ إلى آخره، هي هذا يخاطب القارئ بمستويه، المستوى العادي العمومي والمستوى الخاص أيضا. فالمجلة بطبيعتها من أساس تأسيسها هي مجلة احترافية، يعني تعي معنى الثقافي، معنية بالنخب الثقافي ومعنية بالقارئ العادي أيضا، وهذا التوازن استطعت أن تحافظ عليه، وهذا من يعني من الأسباب التي تجعلها لها مكان عند القارئ السوري والقارئ العربي أيضا. ما سياسة المجلة وما أهدافها؟ من يكتب فيها وما المحاور الرئيسية فيها؟ نبدأ من سؤالك من آخر القسم. المحاور القسم الأول في المجلة هو الأقسام الثابتة، الدراسات والبحوث الاجتماعية، هذا كان عنوانه لما تأسست المجلة. دخل فيه دراسات أدبية فيما بعد ويعني توسع فيه، لكن بقي اسمه البحوث والدراسات. القسم الثاني هو باب النصوص. القسم الثالث هو باب الآفاق الثقافية، يشمل كل أنواع المجالات الثقافية. والقسم المتابعات التي تعنى بالأخبار الثقافية، القضايا الراهنة، ومتابعة منشورات الكتب بالقراءات وإلى آخره. ونحن أضفنا إلى هذه الأبواب الثابتة، أضفنا مثلا باب كان في المجلة اسمه من ذاكرة الثقافة العربية، أعدنا نشر أهم المقالات اللي نشرت في القرن العشرين، كنت أختارها أنا من الصحف والمجلات العربية لأنني أرى أنها يعني مفيدة للقارئ. وأضفنا كتاب داخل المجلة هو منتخبات في كل عدد من الروايات العالمية القصيرة اللي ممكن تحبب الناس بالقراءة، وهذا لقى يعني عناية كبيرة من القراء وهم ينتظرونه في كل عدد أصلا. وإضافات مثلا أفق الثقافي وهو غير ثابت يعني متغير، أحيانا إذا جاء النص طويل لا نضعه في النصوص، نضعه في تحت باب أفق الكتابة، عفوا أفق الكتابة. هدف المجلة تنويري بالتأكيد، هدفها تنويري معرفي،
نشر المعرفة، نشر الثقافة التنويرية، وربط القارئ بأصالته طبعا، بتراثه ورهنه. يعني كتاب السوريون أغلبهم يعني ليس لهم منابر كثيرة، فهم يتوجهون إلى المعرفة بشكل كبير، وتأتينا كتابات من الدول العربية بشكل يتزايد، يعني الآن أصبح يعني بشكل وافر جدا، خاصة من المغرب العربي، من اليمن، من تونس، من الجزائر، من العراق. فالكتابات العربية أصبحت تتدفق علينا يعني، وهذا يعني أن نشكر الكتاب العرب لثقتهم بهذه المجلة، رغم أنه تعرف أنه لا بتوصلون المجلة ورقيا ولا يستطيعون أن يأتوا ليحصلوا على مكافآتهم، وهذا يعني ثقة كبيرة الحقيقة من كتابنا العرب. ما الصعوبات التي تواجهها المجلة وما الخطط المستقبلية لتطويرها؟ لا توجد صعوبات بالمعنى الحقيقي، المجلة موفر لها كل شيء الحقيقة، لكن ما نتمنى أن نحصل على يعني أول عدد نسخ أكبر، يعني تقلت عدد النسخ بفترة الحرب شو يعني، فنحن نطمح إلى أزيد النسخ وتعود إلى مثل ما كانت قبل الحرب يعني، وهذا وأن تعود لتصل للدول العربية كافة، هذا كل ما نأمله يعني. وأما باقي الأمور اللوجستية كما يقال والدعم والكذا كله متوفر، ولا يوجد أي تدخل يعني من الوزارة أو في يعني، هذه ثقة حقيقة نحن بنقدرها جدا أنا شخصيا، أنه لا يوجد أي تدخل في طبيعة المواد وفي نوعية المواد أو أقحام أي شيء، فكل الظروف ملائمة جدا ويعني مناسبة أن تكون المجلة جيدة. كما قلت لك يعني أهم شيء أنه نستطيع أن نزيد عدد النسخ، نطور المستويات دائما، هذا أمر مفتوح، أن تجينا مقالات يعني نأمل من كتابنا أن يراعوا مثلا نوعية الكتاب، أعطاء الأولوية لما هو مفيد وتنويري أساسا، وزيادة الثقة يعني بين القارئ والمجلة. نعم، هذا يعني جعلناه داخل دفتي المجلة لتحقيق جذب يعني أكبر للقراء، أنه تتوفر فيها عدة مواد، لا نكتفي نحن فقط في المواد الجيدة اللي تكون في المجلة، نوفر هذه المنتخبات من السرديات العالمية تحديدا، هي من أجمل القصص العالمية، كتاب أغلبهم من الحاصلين على نوبل مثلا أو من مشاهير الكتاب من ذوي الأسلوب أساسا يعني، الأولوية للأدب الإنساني الذي فيه هذه اللمسة الإنسانية من التفاؤل، من المرح، من كل هذا يعني يراعى حقيقة في هذا الكتاب. ولذلك الكتاب يعني الحقيقة أنا سعيد جدا، لأنه يعني عم شوف ناس يقولوا لي أنه هم بانتظاروا كل شهر، يعني كل شهر ينتظرون ماذا سيكون في الكتاب، فلاقى النجاح جيد وأنا رضيان عن النجاح يعني. من الأمور التي يعني وضعتها كخطط أو تصورات في إدارة المجلة هو أن أحافظ على أو أستعيد روح التأسيس، هذا كان هدف موضوع في، وقلت لنفسي أنه المجلة يعني في فترة من الفترات كان فيها يعني يسيطر عليها الكم أكثر من النوع، فقلت أنه لنفتح خط انزياح ونأتي بالمجلة نحو الراهن، يعني نحو الحديث والصياغة الحديثة للجملة والكتاب الحديثي، لأنها أكثر فاعلية أساسا، مع الحفاظ على ما هو جميل في الكتاب عن تراثنا العظيم. قمنا بعدة محاور يعني ذات أهمية، مثلا عن الميديا، عن الإرهاب، وعن يعني المثقف والمجتمع، علاقة المثقف والمجتمع، عدة محاور شارك فيها نخبة جيدة من الكتاب، كانت مساهماتهم هامة جدا. كما قلت أنه نحافظ على أن نستقبل مواد الأدباء والكتاب
الذين يكتبون أو يرسلون المجلي وفق تنظيم الدور مثلا حسب تاريخ ورود المادي وحسب أهميتها أيضا كانت تلعب دور هذه وحسب مناسبتها للأبواب في أبواب المجلي. من عبر هذا المنبر أود أن أوجه إلى الزملاء والأصدقاء الكتاب المجلي أن يتذكروا دائما أن المجلة ليس مجلي شهري أولا ليست مد أدبي محضة لأن أغلب المواد عم تجي ما تكون أدبية فهذا يؤخر أيضا في عم تتراكم مواد أدبية كتير بتتأخر في النشر. المجلة في مكان ما هي متقشفة هي مجلة غير ملونة في الداخل ولو غدت ملونة ستكون أجمل أيضا لكن وجدنا نوع من الإخراج الداخلي الخط هيك ينوحي بالحداثة أيضا اخترناه غيرنا الخطوط غيرنا إخراج الصفحات في الداخل عملنا تيب معين من اللوجو إلى اللوحة إلى الأرضية فصار إلى شكل شبه يعني مألوف ومتعارف عليه يعني صارت المجلي نختار لوحة الغلاف لفنان تشكيلي من التشكيليين السوريين وهو يعني نوع من التذكير بهذا الفنان أو برسوم أو نمط من رسمه وكذا فدائما يكون لوحة الغلاف على أرضية بيضاء لفنان تشكيلي من الجمهورية العربية السورية. حاليا نقوم بنشر صور لكتاب عظماء في أو أحيانا رسوم لهم للتذكير بهم وبأعمالهم فقط يعني مختصر هذا الشيء صورة لكاتب عالمي والتذكير بأهم أعماله في الغلاف الداخلي الأخير إصدارات الهيئة كل شهر يعني بنختار 6 إصدارات ما يتسع له الغلاف يعني. يوجد هامش لا بأس به بمسألة علم النفس التربوي هذا موجود وعندنا يعني عندنا كمية من المواد وكتاب يعني عدد غير قليل يرسلون بهذا الجانب يعني لا نفتقر أبدا لهذا الجانب وكل عدد تقريبا موجود في هذا البعد علم النفس التربوي أو علم النفس الإيجابي يعني بعض الأحيان يعني الذي يزرع الأمل عند الإنسان يعزز التفاؤل إلى آخره هذا موجود. مشاهدينا الأحبة نستعرض وإياكم أهم محتويات عدد من أعداد مجلة المعرفة. المعرفة أيام مجيدة استقصاء نقدي لأعماق الوجود الإنساني. هل نحن جميعا عصابيون؟ تيل كيل الفرنسية آخر تجليات الطليعية. إنخيدو أنا أقدم شاعرة في التاريخ. العدد رقم 674 السنة 58 تشرين الثاني 2019 شخصيات عالمية جوزي سارماغو في هذا العدد كلمة الوزارة أيام مجيدة بقلم محمد الأحمد وزير الثقافة كلمة العدد التوازن المفقود بقلم رئيس التحرير ناظم مهنا الدراسات والبحوث استقصاء نقدي لأعماق الوجود الإنساني في فكر عبد الرحمن بدوي الدكتور علي محمد إسبر حول الهوية والفردية يونس صالح سخرية الوصف عند صقر عليشي إتفايز مرشد تيل كيل الفرنسية آخر تجليات الطليعية الدكتور وائل بركات الحوار الدرامي الداخلي المونولوج في الشعر العربي المعاصر الدكتور جمال أبو سمرة تكامليات ومنظوميات وتركبيات وتشاركيات الدكتور معن النقري
هل نحن جميعا عصبيون؟ أندري روبرتي، ترجمة الدكتور غسان السيد. الديوان. لافتات علي الدندح. عبد الكريم شعبان. قصائد طلال الغوار، شاعر عراقي. النواس أريج بوادقجي. قطرات مالحة آمال شلهوب. كاتب أنطون بافلوفيتش تشيخوف، ترجمة الدكتور إبراهيم إسطنبولي. آفاق المعرفة. صيدنايا، تاريخ وعراقة، الدكتور محمود حمود. همس ميخائيل نعيمة، بيان الصفدي. اللهفة السورية، الدكتور سلاف معروف. انخدو أنا، أقدم شاعرة معروفة في تاريخ البشرية، الدكتور عيد مري. إبراهيم وطفي، المترجم والباحث والناقد، غسان كامل والنوس. فلاديمير مايكوفسكي، حادي الثورة، الدكتور هاشم حمادي. الجزائر، العاصمة كما شهدتها، نبيل تلو. متابعات. الرأي، أسئلة حساسة حول العلمانية، رسلان عامر. قراءات، حسيب كيالي رائد القص الساخر، خليل البيطار. شمس في كانون والالتصاق الشعري في الأرض، محمد الحفري. رواية سيدات القمر للعمانية جوخ الحارثي، يحيى زيدو. لا أرض لهم على غير أرضهم، محمد خالد عمر. نافذة على الثقافة، إصدارات جديدة، إعداد حسني هلال. صدى المعرفة، إعداد ريما محمود. آخر الكلام، الروح المبدع، رئيس التحرير. كتاب المعرفة الشهري، الجبار العتيق، بيريل باك، ترجمة عباس حافظ، اختيار وتقديم ناظم مهنا، من إصدارات وزارة الثقافة، في العدد القادم. مشاهدينا، كلما ازدادت جزيرة المعرفة اتساعا ازدادت شواطئ التعجب امتدادا، ومجلة المعرفة ما زالت تبحر منذ الستينات، تحط على سواحل الأدب، تستكشف جزر الثقافة، وتواجه أمواجا عاتية، غير أنها مصرة على نشر أشرعتها والإبحار في عوالم غنية وزاخرة بالمعرفة. نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج دوريات سورية مع اسم آخر ونتاج جديد من المجلات الصادرة في سوريا. إلى اللقاء.